مشكل السكنات كان ولا زال يؤرق المواطنين منذ فترة طويلة، تأخر في الإنجاز من جهة، وحتى إذا تم التوزيع تأخر في التسليم من جهة أخرى، ويبقى المواطن في الانتظار دائما. سكنات وزعت منذ الفاتحة سبتمبر العام الماضي ولم تسلم لأصحابها، هذا ما دعا مجموعة من الشباب الاحتجاج أمام مقر الولاية والدخول على والي الولاية لأخذ توضيحات في الأمر. المشكل تاعنا هو الديار، حنا عطاونا لي ديسيزيون ما عطاوناش الديار، ومشينا اليوم للوالي على جال القرعه باش يديرنا القرعه ويعطونا ديارنا، رانا في 6 شهور نستناهم، ما كانش هذا الديار، يقول لك ما كانش ما كانش ما كانش. راه عندنا 5 شهور وحنا نتسناو، اليوم غدوه اليوم غدوه في الوعود الكاذبه هذه اللي ما بغاش تكمل. اليوم طلعنا للوالي وهضرنا تكلمنا في هذا المشكل، عطانا حل، قال لنا منا على شهر، يعني اللي هي يوم 22 شهر 2 ندير لكم القرعه، ومن بعد نشوف ثاني كمل الشاطو دو هذاك ونقسم الديار لي لوجمون هادو. رانا نتسناو، هي نظن في بالي الولايه الوحيده، حنا بغينا نوصل الاعلام حاجه واحده، باللي الولايه نظن الوحيده اللي راها دايره الروطار في الديار هادو كاع تيندوف ولايه تيندوف. حنا باغي المسؤولين الكبار هما يلتفتوا لهذا، يقيسوا النظر لهذه القضيه هذه اللي المشكل تاعها ما بغاش يكمل. استقبلنا الوالي وعطيناه الشروط اللي جينا عليها، هي القرعه اولا، ومن بعد عطانا وعود اللي علاه ما داروش القرعه. قال لك تاع الماء مازال ما كملوش، والقاز دوفيل مازال ما وصلش، وتوعد قال زعما مده شهر الى فيفري يوم 24 فيه ولا 23 فيه القرعه، بشرط الا كاين بعض الولايات مازال ما وصلوش لانكيت تاعو. قال لك هذا الشهر الى اللي وصل لانكيت تاعو يديروا القرعه، بصح بشرط ما يعطيش المفتاح، يدير لك القرعه تعرف رقم دارك بصح ما يعطيكش. زمان نطالبوا بهم، انا هذا اللي 12 سنه ما قديش برا السكن، والناس عايشه لا كاريه وكاريه ما هي راهي باش تكريها. وحسب الاتصال الذي أجرته قناة الأنيس مع رئيس الدائرة، فإن الأسباب الرئيسية لعدم توزيع السكنات على أصحابها هو أن الميزانية الخاصة لم تكن كافية، وكذا عدم اكتمال المشاريع الضرورية كشبكات المياه وغيرها، بالإضافة إلى تأخر التحقيق بخصوص بعض المستفيدين، ليبقى مشكل تباطؤ الإنجاز يؤرق معظم مشاريع الولاية.